أهلا بكم. أظهرت الميزانية العمومية المجمعة للمصارف التجارية اللبنانية انخفاض إجمالي الأصول بنسبة 10.4% لتبلغ 104 مليارات و320 مليون دولار بحلول تموز 2024، منها ما يقارب 82 مليار دولار لدى مصرف لبنان. أما على صعيد الرسميل فقد انخفضت من 21.7 مليار دولار إلى 2 مليار و900 مليون دولار وسط اعتماد سعر صرف 89,500 ليرة ابتداء من شباط الماضي. ارتفع عدد المعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 16,390 معاملة بقيمة مليار و896 مليون دولار. وأشارت بيانات المديرية العامة للسجل العقاري أن شمال لبنان نال الحصة الأكبر من إجمالي المعاملات العقارية على صعيد شهر حزيران وبنسبة قاربت 21%. في المقابل يعاني الأفراد والشركات من تقليص المعاملات وخصوصا بعقاريات جبل لبنان، وهو ما يرتب أعباء مادية واقتصادية كبيرة. نجي نطلع على بعبدة، على المتن، على جوني، هالمناطق فيها كثافة معاملات كتير كبيرة وعدد الموظفين قليل، وانتدب لإلها موظفين من خارج الإدارة ما بيتمتعوا بالكفاءة المطلوبة. هو اليومين اللي عم بيلتقي فيهم المواطن مع الإدارة كتير لنوصل لمحل يبلش الإنجاز، اللي بنرجع بنقول إنه هي رح تجيب إيرادات كتير كبيرة للدولة، وبنفس الوقت بنكون يسرنا أمور المواطن. اليوم اللي ما عم بيجرب يمد إيده على جيبته لإنجاز معاملته، للأسف ما حدا بيقول له بدك تدفع، بس معاملته بتبقى بالجارور. أعلن جمعية بلادي خضرة ادعاء رئيس مجلس إدارتها على وزير الصناعة لرفعه سعر طن الإسمنت بشكل فاحش. حدد مجلس الوزراء سعر طن الإسمنت ب 65 دولار 2020، ثم تم إنزاله إلى 240 ألف ليرة، أي أقل من 30 دولار بتاريخ 14/7/2020، في حين قام وزير الصناعة الحالي بإصدار تسعيرة الإسمنت ب 78 دولار، ما شكل ضربة كبيرة للاقتصاد اللبناني وللقطاعين العام والخاص. تتجه الدول الأوروبية إلى إعادة تفعيل المنشآت النووية لإنتاج الطاقة، فبعدما انخفضت حصة النووي في مزيج الكهرباء من 18% في العام 1998 إلى 9% حاليا، تشير توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن الطاقة النووية ستكون العمود الفقري لإنتاج الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2050، وذلك في سبيل تأمين الأمن الطاقوي. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا.